سعيد جدا ب يعني بالحديث معك ولقائك دائما وأبدا، لا يعني لا يمل. الله يسلمك. طبعا في إطار النشاط كما نقول احنا، النشاط والحراك الثقافي والإعلامي الذي بيدور حول ما يجري في الساحة اليمنية بشكل عام، وهذا بتعكس أنت من خلال كتاباتك، مجموعة مقالاتك المتعددة والمختلفة، ومن خلال كتاباتك وإصداراتك التي في الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد دخول الحوثي أو الانقلاب نسميه الحوثي أو الهاشمي على اليمنيين، أصبحت يعني غزيرة وكثيرة، ونريد أن نقف عليها. وطلعت على أحد منشوراتك وأنت تسمي إصداراتك بأبنائك، أولادك هما، سأترك الحديث لك تعرف بنفسك وبأولادك جميعا، يعني سواء كإصدارات أو ك يعني أولادك، الله يبارك فيهم ويصلح حال أولاد الجميع. حفظك الله دكتور، شكرا لك، شكرا لمن سيتابعنا الكتاب صنعاء قبل قليل في 301 صفحة، صادر عن مؤسسة أربقة للدراسات والترجمة والنشر من مصر، حاليا متوفر في مصر، صدر بالقطاع المتوسط، يضم مقالات عن الحرب والهوية وعن الحب، حب الوطن، حب الأخوة، حب الأصدقاء، حب اليمن، التاريخ، بعض الأفكار المعبرة في المقالات. المقالات تركزت على فكرة ما هي الحرب داخل اليمن بنظام الحوليات، أنه يجب أن نوثق كل شيء، أهم المواقف التي كانت متوفرة خلال السنتين الماضيتين. مقالة الهوية نقاشات عميقة حول فكرة الأخيال، حول الهوية اليمنية، حول الكينونة اليمنية. ثم تأتي الفصل الثالث هو مقالات الحب كما أشرفت لك. طبعا معظم المقالات هذه نشرت في صحف سعودية، وكان يجب علي لزاما أن أجمعها بدل أن تتناثر في الكتب، بدل أن تتناثر في الجرائد، فجمعتها في كتاب واحد لكي يطلع المهتم اليمني أو المهتم الخارجي في المستقبل إن شاء الله حول طريقة إدارة المعركة، طريقة تفكير اليمنيين المؤيدين للشرعية، حول أساليبهم، حول الخطوات التي كانوا يخطونها، شيء لتوثيق التاريخ. سواء كان الكتاب يعني ناضجا في لغته، ناضجا في مواقفه وفي معلوماته، أو لم يكن، إنما الفكرة في حد ذاتها أنها دعوة أيضا لكل الزملاء وكل الذين يمتلكون أقلاما أن يكتبوا ويوثقوا ويعملوا من أجل وطنهم، من أجل أن لا يكتب غيرهم، أن لا يكتبوا غيرهم التاريخ، لأن هذه مشكلة اليمنيين على الدوام، أنهم لا يكتبون التاريخ، إنما ينتهون من المعارك الكبيرة ثم يذهبون إلى بيوتهم، بينما صغار السلاليين يقومون بدمج الكثير من الكتب والكثير من الأفكار المسمومة داخل كتبهم، وبالتالي هم يستطيعون بعد 20 إلى 30 سنة أن يعيدوا السيطرة، وذلك بسبب أنهم بارعون في كتابة التاريخ. طيب سؤال، هذه الكتب التي بتصدرها أنت الآن وتتعب فيها وتعمل على تجميع المادة الخاصة بها، هل تلقى دعم أو تمويل لعملية النشر، أو هذا كله بجهد شخصي؟ يعني أنت بتتحدث عن الحرب وتتحدث عن المشكلة الحاصلة داخل اليمن بمختلف أنواعها، يعني ما في النواحي الاجتماعية والعاطفية والسياسية، وهي توثيق يعني تاريخي يعتبر أنه مهم، هل تلقى هذا الجهد أو هذا العمل، هل يلقى رعاية حكومية أو دعم؟ طبعا مع الأسف الشديد أنه كتاب القبيلة الهاشمية أيضا ممنوع في اليمن. كتاب اليمن بلدي أنا لم يدخل إلى اليمن إلا بصعوبة بالغة. رواية الحوثي لم أستطع توصيلها إلى اليمن حتى هذه اللحظة، لأنه ليس هناك مؤسسات حكومية يمكن أن ترعى هذا الأمر، ربما لاختلافات الانتماءات السياسية، ربما لحسابات شخصية بين مسؤولين حكوميين وبين ما أصدره وما أقوم بنشره. لكن في النهاية أنا أشعر يعني بأنه العملية كلها ليس هناك أي رعاية حكومية على الإطلاق، على الإطلاق. أبداً.
على الإطلاق يعني، حتى في المناطق المحررة؟ حتى أقول لك رعاية حكومية من حكومتنا، ليس هناك أي رعاية حكومية على الإطلاق أو توجيه حكومي لي بأني أكتب أو أعمل شيء على الإطلاق. لأنه وإن قاطعتك العفو منك، يعني الكثير يعتقد أنه هجومك، أنه أسلوبك في الكتابة وهجومك في على حول الهاشم وحديثك حول الهاشم أنه نوع من الهجوم، كأنه شيء موجه يعني من قبل الشرعية أو من قبل الحكومة يعني. يعلم الله، يعلم الله أنني أواجه الكثير من النقد، أواجه الكثير من الضغوط التي لا يمكن أن تتوقعها من دول ومن أشخاص ومن أناس يقولوا لي أنه لا يجب أن تعمم، ولم يفهموا حتى فكرة، وهذا الأمر الذي يحزنني أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا فكرة السلالية وفكرة الهاشمية. هم يعتقدون أننا نحن ننتقد الأشخاص فقط، نحن لا ننتقد الشخص الذي ولد من أبوين هاشميين، لأن هذا الأمر ليس بيده، هذا أمر اختلقه الله تعالى له. يعني الأمر صح، أنه ولد من الكبسي أو الوشري ما يعني ما مش مشكلة، ذنبه، لا ليس ذنبه ذنبه يعني. مش أيوه. فالإشكالية في السلالية، قلنا لهم من البداية يجب أن تبعدوا أو تحذفوا السلاليين هؤلاء من الأماكن الخطرة، كما فعلت كما أمريكا في اليابانيين. قالوا سام الغباري يريد أن يعزل الهاشميين عن أوطانهم. قلت يا أخي أنا ما بقول هذا الكلام، أين بين أقول نحن في عملية حرب ومعركة، كده لا احنا يمكن معزولين، احنا خارج الاوطان ما عاد. لا يمكن أن أتحدث أنا اليوم بخطاب تصالحي وأنا في الرياض أو في القاهرة مهجر. أنا سأنادي بخطاب الحرب. عندما أعود إلى داخل العاصمة صنعاء وتحدث المصالحة، سوف أبدأ أنادي بأنه يجب على المجتمع أن يلملم أحزانه ويداوي جراحه وما إلى ذلك. لكن في ظل اللحظة وأنا مهاجر مغترب مسافر مطرود شريد، لا يمكنني لي أن أتحدث إلا بلغة الحرب. سيدنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوة حسنة، لا عندما كان في مكة، كان في المدينة، لم يتحدث إلا بلغة السلام والمعاهدات التي كانت مكتوبة بينهم، وإذا اخترقوا شيء أو ما إلى ذلك كانت تتم معاقبتهم. حتى دخل مكة لم يكن ينادي من المدينة المنورة ويقول أنه السلام وما إلى ذلك. عندما وصلوا أو إحنا سنعفي عليكم أول ما نوصل، ما قالش هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوعد عبر القرآن الكريم، يتوعد المنافقين وما إلى ذلك والكافرين. إذا أن وصل إلى مكة، وصل وهو في موقف المنتصر، فقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. إحنا قد بنعفي يا سيدي وعاد إحنا في الرياض، ما قد وصلنا شيء. ويجوز ان هذه احد الاسباب التي تضع الطرف الاخر يستخف بالهذا. طيب، هي فرصه حقيقه، لانه نكشف عن بعض المعاناه التي بتواجهها. يعني انا قرات من خلال الصحف او من خلال الاشكالات التي تمت انه رفعت عليك بعض الدعاوى في مصر. هل هذا من قبل نقابه الهاشميين او شيء من هذا القبيل؟ نقابه الاشراف في مصر، نعم، رفعوا قضيه. وهل هذا كان له علاقه وكان له ارتباط بالهاشميين اليمن، او كان شيء منفصل يعني؟ لا، بالحوثيين عفوا، بصوره مباشره، كانوا مرتبطين بالحوثيين بصوره مباشره واعلنوا ذلك، لكنهم استخدموا غطاء اسمه ازدراء الاديان بانه سامي الغباري يسب اهل البيت ويسب النبي، وهذا كلام يعني كلام غير واقعي على الاطلاق. انا انسان مسلم والحمد لله، اؤدي صلواتي وفروضي بطريقه الحمد لله ميسره باذن الله تعالى. انما العمليه وما فيها انه عندما يتهم شخص بمثل هذه المساله فلا بد ان يرفعوا السقف. رفعوا السقف وعملوا البلبله، وصل الكتاب الى المحكمه وتم التحفظ على القضيه، وادركوا انه هؤلاء الذين يرفعون القضايا على كتاب القبيله الهاشميه هم انفسهم أحفاد الذين قاتلوا القوات المصرية البطلة في شمال اليمن في العام 1962، وأن هؤلاء هم يعني أحفاد بيت حميد الدين ونفس النهج ونفس السلالة. فأدركوا هذه المسألة السياسية الدقيقة في الأمر، وتحفظوا على القضية، والكتاب يباع الآن في مصر بطريقة معلنة، جميل، مثل كتاب القبيلة، مثل كتاب اليمن بلدي أنا، ومثل رواية الخوثي، ومثل صنعاء قبل قليل. وهل هناك، طيب، هل هناك دعاوى أخرى؟ لانه انا اتوقع انه انت ملاحق، يعني لانه اكثر واحد وثق، البعض كتب كتابات متفرقه من خلال مقالات وكثير كتبوا فيها، لكن كاصدارات بحجم كتب واكثر من اصدار، يعني لا اعتقد انه يوجد احد غيرك يعني حتى الان من 2000
في الفترة الأخيرة، يعني من وقت الانقلاب الهاشمي على اليمنيين لا يوجد أي إصدار. هل تعاني ضغوطات أو ملاحقات في بعض الدول، أو أين ما ذهبت، أو أين بحكم حركتك ذهابك وإيابك، يعني مثلا الكتاب أو القبلي أحيانا الهاشمي يعني بالتهديد والترغيب والوعي، يعني هل لا يستطيعون ان يهددوا وهم في وانا في منطقه امنه ودوله وحكومه قويه جدا مثل المملكه العربيه السعوديه. ايضا هم يشعرون، لانهم بعض العناصر الهاشميه في الخارج يشعرون انهم يعني لا يستطيعون ان ينفخون اوداجهم كما ينفخوها في صنعاء، انما يحاولوا قدر المستطاع ان يوغروا صدور المسؤولين مثلا على سام الغباري، يتحدثوا الى قيادات في الدوله ان هذه الفكره العنصريه بين قوسين، يعني يحاولوا قدر المستطاع ان يضبطوا الناس، ان يقولوا لهم هذه الافكار العنصريه تضركم، ضروري ان تمسكوا العصا من الوسط وما الى ذلك. طيب انا بتقديري انه يجب ان يكون جميع اليمنيين شجعان في هذه المرحله، كما جميل. أظهر الحوثيون وقاحتهم على اليمنيين بكل صفاقة. يعني السلالية أظهرت وجهها القبيح في كل مناحي الحياة في المناطق المحتلة. على اليمنيين أن لا يظهروا مسألة بين قوسين وقاحت، بل أن يظهروا شجاعتهم في مواجهة هذه الوقاحة، وشجاعة واضحة. عندما يجي يقول لك أنا ابن رسول الله ويجب أن أحكمك، عليك أن تصفعه أو عليك أن ترده عن غيه بقوة وبشجاعة. أما أن تسكت له وتبتسم فذلك أمرنا أعتقد أنه نوع من الجبن، وإن كان تدعي أنها سياسة. طيب بالنسبة لإصداراتك، أعطينا فكرة عن حجم المبيعات، هل في إقبال على الكتب؟ البعض قد يشكك أنه مجرد سام الغباري بس لمجرد إثارة الضجة الإعلامية فقط لا غير، يعني أو بيحاول يعمل لنفسه يعني نوع من يعني يروج لنفسه من خلال هذه الكتابات، وبيستهدفنا لغرض يعني الترويج لنفسه وتلميع نفسه. طبعا الكتاب اليمن بلدي أنا طبع منه حوالي 5000 نسخة، في السعودية وحدها نفذت 1200 نسخة تقريبا عبر مكتبة جرير موثقة، يعني الباقيات يوزعين عبر معارض الكتاب ويمشين، يعني مشي جيد. يعني طبعا مبيعات الكتب هي مبيعات ليست زي مبيعات الجرائد، مبيعات الكتب نوعية وتحتاج إلى أكيد قارئ نوعي، صحيح. القارئ النوعي يحتاج إلى معرفة من هو سام أولا، ثم ماذا يثار حول هذا الأمر، ثم يجب أن يهتم أولا أن يكون سام الغباري مثلا شخصية معروفة له أو أنه قارئ له كي يتشجع لأخذ الكتاب. ثانيا يجب أن يكون مهتما أصلا باليمن، لأنه الأربع الكتب أو الخمس الكتب السابقة التي أصدرتها هي يعني خصوصية يمنية بحتة، فهذا الأمر يعني يحتاج له إلى قارئ أشد نوعية. بالنسبة لمبيعات رواية الخوثي تباع عبر منصات إلكترونية، وزع من كتاب القبيلة الهاشمية عبر المنصة الخاصة بي عبر البي دي اف 303,000 نسخة حتى هذه اللحظة. إيش 300,000 عدد، طبعا بالرقم يعني يطلع الرقم عندك. جميل جميل جميل. ثلاثة وشوية كذا يعني 1000 تحميل للنسخة البي دي اف من كتاب القبيلة الهاشمية. الكتاب دائما إن لم يكن يسرد ولديه شخصية شهيرة مثلا مثل هيكل أو مثل عمرو موسى أو باراك أوباما أو هذه الشخصيات العملاقة، يحقق أرباح فورية أو يحقق مبيعات فورية. لكن شخصية مثلا تحاول قدر المستطاع أن تظهر، أن تقاوم، أن تقاتل، أن تكتب، فهذا الأمر يحتاج له إلى يعني سنين طويلة. أنا أعتقد أن المشكلة مش مشكلتك الشخصية بقدر ما هي مشكلة الأدباء المفكرين اليمنيين بشكل عام. وأيضا في مشكلة دكتور اسمح لي، أنه لو عدم وجود دار نشر حقيقية داخل اليمن تتبنى مثل هذه الكتابات، لا وجود لدار نشر يمنية على الإطلاق تستطيع أن تتبنى هذا الأمر. هل تعرف أنه في مكتبة خالد بن الوليد أخذ 50 نسخة من كتاب اليمن بلدي، أنا بعدين قريهن ورجحهن، قال بيغلقوا المكتبة حقيقية في صنعاء. يعني طبعا فيها خراب بيت، يعني لا لا فيها أي خراب يعني خراب بيت يعني. أنت أيضا معنا مؤسس الجيل الجديد غير مهتم بهذا الأمر مع الأسف. الوالد في سنة 56، الوالد في سنة 56 كان معه مكتبة الثقافة في تعز، وهي أول مكتبة، وأصدر بها تصريح من الكهنوتي أحمد حميد الدين في حينها،
وكان يستورد الكتب، وكان الهدف طبعا جانب تثقيفي، وجانب لأن الكلمة تسبق الرصاصة عادة في عملية في أي ثورة وفي أي عملية تحرر. إذا لم تمهد بالكلمة لن تنجح يعني عملية التحرر. فنزلوا أولاد الإمام فيما بعد من صالة، اشتروا مجموعة الكتب، وجد وعدها العقاد وغيرهم من يعني رفعت ودعاة الفكر القومي ودعاة الفكر التحرري والى اخره. نعم، فاطلع عليها الامام، عندما اطلع عليها شافها امر باغلاق لا المكتبه. لا لا انصح بقول الامام الحميد احمد حميد الدين. احمد حميد الدين امر باغلاق المكتبه، مصادره الكتب واحراقها، حبس الوالد. ولولا بعد تدخل الوساطات، نعم تدخل الوساطات، وبعد ما جلس شهر تقريبا في السجن في تعز، يعني عملوا معه، حددوا له وقت مع احمد حميد الدين للجلوس. فقال له يعني بما معناه انت، يعني احنا احسننا اليك وانت اسأت الينا وثقنا فيك، وانت بتدخل هذه الكتب يعني بتثير الناس يعني وبتهيجهم علينا والى اخره. من هنا لهنا انت امام خيارين، يعني يا اما تروح حجه وانت تعلم ما بعد حجه، طبعا قطع رقبه ما عاد فيش، او انك تروح مدير معارف في الحجريه. ففي هذه الحالة يعني أهون الضررين. سؤال أخير أخي سام قبل بدء القراءة وبمنتهى الوضوح، دافعك في الكتابة هل هو دافع شخصي انتقامي من الهاشمية أم دافع وطني؟ شوف، العملية ليست انتقام شخصي طبعا، وأيضا المحركات الشخصية دائما، وأنا أقول لهم دائما، أقول لهم عندما تعرض الصحابة رضوان الله عليهم للاعتداء والجريمة الكبرى من قبل مشركي قريش، حفزت الثأر الشخصية والدافع الشخصي لإثبات أنهم مناضلون بالكلمة، أن لديهم قضية يجب أن يصارعوا من أجلها. فاختلاط الشخصي بالعام هو دائما اختلاط دائم يعني في جميع مراحل وشخصية المقاومة على مدى التاريخ. يعني أنا لن أنفي، لأكون صادق معك يعني ونقي في هذه المقابلة، لن أنفي أنني لدي ثأر يعني شخصي بالنسبة للهاشمية وليس الهاشميين، لأنها عندما أرى كل شيء حدث لي شخصيا، عندما أرى ما تعرض له والدي وتعرضت له، ما عانيته من شتائم، ما عانيته من أشياء أخرى، أشعر بأنني يجب أن أتكلم، أشعر بأن الصفعات التي يتلقاها الإنسان في حياته يجب أن يحرص أشد الحرص على أن يتلقاها غيره. فدائما أقول للناس، أقول لهم يكفي الذين تعذبوا في السجون، ويكفي الذين سجنوا، ويكفي هؤلاء الذين نراهم يجلدون أو يقتلون في اليمن، لا نريد أن تكونوا مثلهم، احذروا وخذوا العبرة من الآخرين. هذا هو الأمر وهو الدافع الشخصي. أنا بالنسبة لي لدي قضية أنه لن أستطيع أن أعيش في ظل قبيلة حتى قبيلة يمنية أو سلالة أو فئة أو حزب تستأثر بكل شيء داخل اليمن. التنوع الجميل داخل اليمن يجب أن يظل طاغيا وحاضرا، الجمهورية يجب أن تظل طاغية وحاضرة مع بعض التعديلات الشخصية التي أراها في فكرة النظام، لكن هذا الأمر لن يتم إلا بعد استرداد الجمهورية أصلا، ثم استرداد الدولة، ثم الوصول إلى مرحلة أكثر يعني توائما، وهو في تقدير اليمن الاتحادي. هي خطة عظيمة جدا ومشروع عظيم جدا، لكنه مع الأسف الشديد حاملين هذا المشروع ضعفاء وليس لديهم القدرة على الإقناع، ولديهم قدرة غريبة وعجيبة على التواري عن الناس وعن أنظار الناس. مشروع مثل هذا كان يجب أن يحملوه بفخر وبمشاعل من نور وبأيدي فولاذية وبألسن طليقة ليتحدثوا عن هذا المشروع الذي لو تقرأه فعلا لتدرك أن يعني بكل إذا أردت أن يتعايش اليمن فيما بينهم وليس لديك فكرة الاستئثار المناطقي أو السلالي أو العرقي، أنا في تقديري أنك سوف تكون من أنصار هذا المشروع إلى أبد الآبدين. مشروع عظيم، مشروع يوزع الثروة والسلطة فعليا، مشروع يوصل فكرة أنه يعني يوم من الأيام أجد أن في مارب الآن دكتور اسمه قاسم دخيبح أصبح وزير للصحة. يعني من كان يتخيل أنه كان في دكتور موجود في مارب؟ من كان يتخيل أن سلطان العرادة قائد بمثل هذا الحجم ومثل هذا المستوى من الحكمة والحنكة والإدارة موجود داخل مارب؟ يعني أشياء كثيرة. رغم تواجه مارب اليوم، من كان يعتقد أن هناك قائد عسكري اسمه عبد الرب الشدادي رحمة الله عليه، من كان يعتقد أن هناك قادة من الجنوب، لم نكن نسمع إلا عن القادة الضعفاء أو عن قادة منطقة معينة أو عائلة معينة، والآن أصبحنا نسمع عن قادة
وعن إرهابيين من سلالة معينة، وهذا الأمر لا يمكن على الإطلاق أن يتعايش معه أحد. يعني الرجل العاقل والمحترم والسوي لا يمكن أن يتعايش مع هذه الفكرة على الإطلاق. جميل. طيب أخي سام، دائما أقول السؤال الأخير، بس أوعدك هذا السؤال الأخير يعني قبل القراءة. رسالة تحب توجهها للإعلاميين أو الصحفيين الذي لا زالت أقلامهم خجلة أو خرجوا من اليمن، ولكن لا أستطيع أن أقول أسميهم سلبيين، لأن لا أعرف تماما ما هي الظروف التي يمكن أن يمروا بها، لكن عندما تصمت أقلامهم يعني إيش تقول لهم أنت، يعني من واقع تجربتك أنت عانيت كثير. الإعلامي يا دكتور هو صاحب رسالة. أنت دكتور الآن وطبيب، عندما يأتي إليك مريض وأنت جالس مثلا اسمح لي مخزن في مكانك، أو تشاهد فيلم والمريض تشاهده أنت من خلال نافذة زجاجية وهو يتألم أمامك أو ينزف، أو أنت في مقدورك أن تعالجه، أليس هذا جزء من العار الذي يمكن أن تحمله طوال تاريخك؟ طبيعي. في واجب إنساني. أنا إعلامي والحمد لله، يعني يقولون الناس أنني أكتب بصورة جيدة، والأمر الذي يجب أن أمتلكه أن أتحدث عن الناس، يعني لا يجب أن أكتب بدافع مالي. يعلم الله والناس كثير، أنا معي عمود أسبوعي له 6 سنوات في صحيفة الجزيرة، وأنا الكاتب اليمني الوحيد من كاتب مقالة رأي. هناك فرق بين منشورة الفيسبوك وتغريدات ومقالة الرأي. نعم. كاتب مقالة الرأي الوحيد من اليمن الذي يكتب في صحف خليجية على مدى 6 سنوات في عمود ثابت. والله أني لم أستلم ريال واحد عن هذا العمل، وأنني مواظب ومداوم على المقال رغم أنه إنتاج فكري، ومن حقي قانونا ودستورا وعرفا وثقافيا أن أستلم، لكن من أجل أنني الله منحني شيء من أنني أستطيع أن أقنع الناس بمقالات معينة أو بكلمة معينة، فيجب أن أزكي عليها كما يجب أن أزكي على مالي. هذه الموهبة التي يحملها الإنسان سواء كان فنانا أو طبيبا أو ما إلى ذلك، يجب أن يزكي عليها، يجب أن يمنح نفسه القدرة على الفعل والتأثير. الإعلامي الذي يصمت هو مثل الدكتور الذي يرى المريض أمامه يتلوى من الألم ويقول لا يبالي لأنهم لم يصرفوا مرتبة، أو لأنه معي يخرج فلوس من هذا الرجال، أو ما إلى ذلك. الفكرة فكرة إنسانية وأخلاقية أنا في تقديري قبل أي شيء. أنا من أشخاص ولا أتحدث عن نفسي، يعني لأنه هذا مسألة الآن هذه مرفوضة حتى في الأخلاق، إنما أنا من الأشخاص فعلا الذين أؤمن إيمان مطلق يقيني، كما أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وكما أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه المعركة التي نقودها اليوم هي معركة تفوق مسألة الأخلاق بكثير، فهي معركة مقدسة بمعنى الكلمة. نحن نقاتل العنصرية في أبشع صورها، نحن نقاتل السلالية في أبشع صورها، نحن نقاتل دفاعا عن الإسلام. كيف دفاعا عن الإسلام؟ الكثير من اليمنيين الذين تعرضوا للهجمات الهاشمية صدموا في مسألة رمزية آل البيت، وأصبحوا يلوذون إلى الإلحاد هربا من الحوثيين وهربا من الهاشمية. هذا موضوع أخي سام، يعني أتمنى أن احنا نفرد له حلقة لوحده، لأنه نسبة الإلحاد، لا أستطيع أن أقول إلحاد، خلينا نقول إعادة اكتشاف الإسلام بطريقة أخرى ناتج عن الصدمة التي حصلت، هذا موضوع كبير. الصدمة لا أنا قصدي أدي لك الفكرة، بس الصدمة التي حدثت للمسلمين أو لتيارات من المسلمين أو لشخصيات أو لفئات من المجتمع الإسلامي من الأخوان المسلمين مثلا أو من التيارات الإسلامية المتشددة مثل داعش كانت كبيرة، وأدت إلى هروب ونفور ناس معينة. بالضبط. الفكرة الأخيرة أو البيت الأخير الذي يجب أن يكون محصنا ومهذبا ومخلقا هو البيت النبوي. البيت النبوي تم استعارته من قبل إيران ومن قبل الهاشميين الفرس داخل اليمن، وتجسيده على أنه نوع من السلالية ومن عنصرية، وأن رسول الله جاء ليقول للعالم أجمع أنتم لن تسلموا إلا إذا آمنتوا بعلي بن أبي طالب وليا ووصيا على الدين، هو وسلالته إلى يوم الدين. فعندما أرى عبد الملك الحوثي يقول لي أنني أنا رسول الله بشخصي، أنا رسول الله موجود أمامكم، إنما اختلف الشخص فقط والاسم، ولا أنا رسول الله بأفعالي وأخلاقي، يصطم الإنسان ويقول له يا أخي الكريم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاشا لله أن يكون كذلك، أن إذا كان بهذه الأخلاق وبهذه الدموية، يعني بصراحة أنا أنسحب من الإسلام وقدم استقالة. هذه المسألة عميقة وخطيرة جدا. نحن ندافع
عن هذه الفكرة، عن أفكار جميلة، ونسأل الله أن يثيبنا يعني حسن الجزاء إن شاء الله تعالى. ندافع عن وطننا، ندافع عن ديننا، ندافع عن أخلاقنا، ندافع عن اليمنيين الذين يتعرضون للظلم، المأساة التي تحدث اليوم في العدين، الامرأة التي تقتل داخل منزلها، الرجل الذي يجلد، الذي يجلد بالسياط يا أخي، يرفع قميصه وهو يعني ممزق مثل المسيح. هذه الآلام، هذه الندوب التي سوف تظل في جسده، لا يمكن أن تبرأ بمصالحة، لا يمكن أن تبرأ بمقال، لا يمكن أن تبرأ حتى بانتقام. ستظل هذه الندوب غائرة داخل روحه أصلا. إعدام الأرواح داخل اليمن هي المأساة الحقيقية قبل إعدام الأشخاص. إعدام الروح وإعدام الهوية اليمنية والكينونة اليمنية هذا أخطر من أن يقوموا بإبادة اليمنيين أصلا. فعندما ندافع عن الأرواح، ندافع عن الروح اليمنية الوثابة، فأنا في تقديري أننا يعني نجاهد في سبيل الله في ذلك، ونسأل الله أن يثيبنا على ذلك، ونسأل الله أن يرشدنا دائما إلى الصراط المستقيم. إذا نبدأ أخي سام مع قراءتك، أترك لك المجال وأنا لك من المصغين. من المصغين ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب طبعا أمامكم 301 صفحة. أهديته إلى أمي رحمة الله عليها. بدايته اقتباس من مانع العتيبة: لم يعد صدر الحبيب موطني، لا ولا أرض الهوى المذبوح أرضي، لم يعد يمكن أن أبقى هنا، فهنا يبكي على بعضي بعضي. هذه الكلمات رددتها وأنا أغادر اليمن في طريقي إلى المملكة العربية السعودية هاربا. طبعا تقديم الأستاذ خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، بعنوان لابد من صنعاء وإن طال السفر. قدمها في حوالي 4 صفحات بتاريخ 10 نوفمبر 2020. قال في المقدمة: كتاباتي لمقدمة الكتاب وإجازتي نشر موضوعات الكتاب في صحيفة الجزيرة قبل قيام الزميل سام بجمعها وإصدارها في كتاب لا يعني بالضرورة أنني أتفق معه في كل ما ورد في الكتاب، فلي رأي الذي لا ينسجم مع بعض آرائه. الضرورة هو الآخر متفقا مع المؤلف فيما ذهب إليه في كل مقال، وهو قيمة يستمدها من هذا الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين المؤلف ومن يقرأ نصوصه أو بعضها. هذا حبيت أن أنا أذكر هذه الفقرة من المقدمة كي نظهر فكرة أنه المقالات دائما هي تعبير عن رأي، وليس بالضرورة أنها بحث علمي. تستمد من المعلومات الكثير، الأرقام، الفكرة بشكل عام، لكن ليس بالضرورة أن تكون مقنعة للشخص معين أو لأشخاص معينين. أبدأ بمقال لماذا صنعاء؟ لأنها هي، وهذا يكفي ويغني كي أعلن إطلالتي على من تبقى من قراء الكتاب في وطن بثلاثة حدود: حد الجغرافيا السيادية، وحد الجنوب الغاضب باتجاه الشمال، وحد الانقلاب المنحسر على الدوام. وطن مطوق في داخله، ثنايا المر تهتك إنسانية المرء وتثنيه عن وعيه وأوعيته، تعصره في متاهات البحث عن مخرج من يمن محاصر بالمحيط جنوبا والبحر الملتهب غربا والغاضبون شرقا، وفي قلبه جوع وفقر ومخافة وعصابة وجحيم. إنه افتتاح مخزن وبداية محرجة لكاتب وجد نفسه هاربا من السجن والصرخة، فقرر أن يكتب مجددا كي لا يموت. كاتب يقفز كالبهلوان من مدونة إلى أخرى، ومن ورق الصحف إلى أغلفة الكتب، ومن منشور إلى تغريدة، ومن جدل بمجموعة أصدقاء إلى نقاش على طاولة مستديرة، ومن ندوة إلى حديث هامس بين شخصين في بهو فندق رخيص على ضفاف نهر النيل. إنه عالم أشبه بسيرك، قضية مؤلمة لحرب نزف فيها الدم كما يشتهي الشيطان وكما يريد الحوثيون، وتحللت الجثث الصريعة على تبابه المجهولة، وفي أعناقها قلادة مطاد ورقم مطبوع على قدعة حديد: نستعيد اليمن شبرا شبرا، حجرا حجرا. وفي كل معركة تعود السيارة الخضراء إلى مقابر الأرياف لحجز موعد عاجل لميت قرر الذهاب إلى الجحيم بما كسبت يداه. قوافل من العواء
وسرادق عزاء توازي مأساة أمة اختنقت في منتصف رحلتها بالعنصرية التي انفجرت في وجهها فجأة كقنبلة من براز خنزير. تخيلوا ذلك وأنتم تستعدون لتناول طعام الغداء، أليس الأمر مقززا؟ أولئك الذين اشتروا مزارع اليمنيين بالضلالة والسحر عمدوا إلى تربية قطعان الخنازير، وعلى رأس كل كتيبة ذئب مدرب في طهران. السلام مع الذئاب كالرقص معها، وهل رأيت راقصا يروض ذئبا؟ وقت الخسوف أشاح القمر وجهه الدري، واكتفى اليمنيون بضوء النار المشتعل على أعواد حطب البادية. تمايل الراقصون ولمعة النار تبرق من جنابيهم المشهورة، وفي عيونهم شرر وجمر، وعواء ذئب منفرد يحشد أقرانه لبلوغ حافة التحدي. مخالبهم مقابل جنابينا، وأنيابهم في مواجهة أسنان الراقصين، وشهوة الدم تراق على قدور الحساء المغلي، وفوق أنشوطة معلقة برأس الخيمة الأولى بقايا خروف أكله الراقصون حيا. عوى الذئب وضرب الفتى طبلته، واشتبك الحاضرون في رقصة لا حدود لإيقاعها، صخب مفزع وتحد على الموت بخضمة ناب مسعور أو طعنة خنجر مسلول. من بعيد سمع العابرون صوت إيقاع الطبلة الحاد، ظنوا أنه عرس بدوي شغوف، فعبروا وأرجع الصدى صوت قرقعة عظام وصرخة مكتومة، فحسبوا أنه الطبال يدهش ضيوفه بلون جديد يحاكي شفرة الموت في إيقاعها وأوجاعها. انتقل إلى مقال هود وحيدا وسبأ مجرة درب. هذا باب مقال. الأول كان من باب مقالة الحرب. نعم. سوف أنتقل إلى المقالة التالية أيضا من باب مقالة الحرب، هو القتل. لحظة، لا ليس القتل، رسالة إلى النعمي. هذا أحد الهاشميين الذين كان يريد أن يكون سيد، ومقابل هذا اللقب فقد اثنين من أبنائه من أجل هذا اللقب. النعمي أم النعمي؟ النعمي هم أسرة هاشمية اللي كان منهم وزير الصحة السابق في الحديدة، هم من الحديدة أساسا، هم من عمران أعتقد أو من صنعاء، أسرة هاشمية عموما. فقد عبد الله النعمي وهو قيادي حوثي صغير لن يذكره أحد، نجليه الوحيدين في معركة الحوثيين المفتوحة على الشعب اليمني، وجدته يولول بحرقة على نجليه متعهدا بالمضي في طريقهما. لم يعد بمقدوره فعل شيء لإسكات غضبه وإخماد فاجعته سوى الموت، الانتحار على طريقة عياله الفانتازية في إحدى شعاب تعز أو بيحان أو على تبة منسية من تباب نهم الجرداء. ستأكله الضباع هناك وينتهي برازا عفنا لحيوان بشع. إنها نهاية وهم العرق المقدس. في لحظة ما وجد عبد الله النعمي نفسه وحيدا، صوت الريح يصفق أبواب منزله المزدحم بصور القتلى الحوثيين من أقاربه وعيال عمومته. لم يعد يملك سوى الصور المصلوبة على حائط المنزل، يصيح بحثا عن ظل ابنه محمد فلا يجد إلا ظلال ما ذهب إليه. إنه قرارك أنت يا عبد الله، قتلتهما أيها الوحش وضللتهما، أردت أن تكون مشرفا أبتر فدفنت عيالك، أضعت فلذة الكبد، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ألا ترى الناس تخرج مع عيالك في الشارع، الأسواق تكتظ بالصبية الرائعين، وأنت وحيد بجرمك، مدفون في أساك، عقيم في نهايتك. هل تراقب ذلك الأب الذي يحمل طفله بين ذراعيه؟ كيف تشعر؟ وذلك الصبي الذي يتعربش على ذراع أبيه، فبما تفكر؟ هل افتقدت مجد الدين أو محمد؟ لقد قتلتهما بصرختك، أشبعت قلبهما بالحقد والكراهية. اعتقدتم جميعا أنكم ستذهبون في نزهة للقبض على رجال اليمن وقبائلها كما فعلتم في آزال، فاجتاحكم الغضب وحصدت الرصاصات رؤوس عيالكم واحدا في إثر أخيه، ضربة في قعر أفئدتكم. منحكم الحوثي الموت، ذلك أقصى ما يستطيع تقديمه إليكم، موت معه أو عليه، لا مفر من الموت وأنت في كنف الصرخة تلوذ بها من الفناء فتقتلك. هل ترى عيالك في المنام؟
يطلون عليك من نافذة العالم الآخر، تسعى إليهم ولا تكاد تصل، تحث الخطى ولا تقترب، تصرخ تتحشرج في المدى اللانهائي مغلوبا، تمد يديك في الفراغ محاولا اللحاق بهما، تشتاق لحضن آخر، لحنان الأب ولوعة الخشية من مكروه أصابهما، وأنت مكبل بعدم القدرة، ثم تفز مذعورا من منامك لتنتحب. أين حقيبة مجد الدين؟ ملابس محمد تتنشقها؟ البس تلك الحقيبة واذهب بها إلى الصف. تخيل أنك ابنك، اضحك كما كان يضحك في حضرتك. هل تتذكر يوم مولدهما، طفولتهما، حين يتبولان على ملابسهما، رائحتهما، ابتسامة محمد التي تكشف عن تباعد بين أسنانه الأمامية، مداعبتك لهما فيقهقهان ببراءة طفل ائتمنك الله على تربيتهما، فخلفت وعده وعصيت أيها التعيس. لقد انتهى كل شيء، نهاية الشمس والنجوم، احتباس القمر، ضياع الأبدية، وما زلت تتنفس أيها الجبان. اذهب إلى الجحيم، فلن يشبعك ما تفعله في أجساد اليمنيين. عذبهم أو اقتلهم، لن تسترد عيالك. لقد قتلتهما بيديك، قتلت محمد في العام الفائت وألحقت مجد الدين قبل شهر، ثم ماذا؟ ها أنت تتنفس كراهية وتلعق الدم في فمك، دمهما هل تتذوقه جيدا؟ محمد كان لحما ودم، فجعلته صورة باهتة محاطة باللون الأخضر، صلبته على حائط المنزل، وجعلت مسيرتك عليه في صفحتك على فيسبوك وأنت تئنك الثكلى. مجد الدين كان إنسانا يتنفس، فدفنته بيديك، أهلت عليه التراب كما فعل أجدادك في الجاهلية. هل تشعر بالعار؟ في ذلك اليوم كان مجد الدين في مواجهة الموت، تذكر صديقته التي أحبها، رسائله إليها، وتلك الأغاني التي كان يسمعها. يتذكر اليوم الذي أوغرت صدره بالحقد على اليمنيين وقلت له: أنت ابن النبي، أنت الإله، وأعطيته سلاحا ليقتل عبيده فقتلوه. سمع أزيز الرصاص وقذائف الهاون وهو في هذا العمر الصغير الغض، بكى، صاح: أين أنت يا أبي؟ ولم تجبه. حين غابت روحه كانت عيناه تشاهدان كل شيء: دهشة الحياة الصغيرة، أسئلة الفراق، ووحشة البرد في صقيع تعز. سأل نفسه قبل أن تنتزع روحه: ما الذي جاء بي إلى هنا؟ مد يديه في الهواء، أراد أن يعاتبك: لماذا قتلتني يا أبي؟ هل ما زلت تبتسم؟ كل الأسئلة هراء. فما عدت شيئا أيها الوحش، أنت عدم، بقايا غبار، مجنون تعيس. ما الذي أكلته حتى صرت بشعا؟ صورة جدا مؤلمة و محزنة، والله إني أكتبها جدا، ولكن هذا حدث للأسف حدث يتكرر يوميا، حدث يتكرر يوميا بالنسبة لهم. الرسالة كانت مفتوحة إليهم، وأيضا عملت أيضا لحمود عباد، وبعدين هو رد علي عبد الله النعمي وكتبت بعدين مقال آخر اسمه القتل من أجل صرخة، ورد علي في ذلك الأمر. وحمود عباد أعتقد واحد من أولاده، وعبد الله أبو الدرة واحد من أولاده، يعني سأتحدث الآن عن الهوية. الهوية نعم، ونختمها بالحب، ونختمها بالحب. سأختار أصغر المجالات كي لا أطيل. لا براحتك، إحنا أنا مستمتع، يعني مستمتعين بال، لكن دائما مع قراءة الحرب أتخيل وكأني أمام حلقة درامية، يعني هذا لو استطيع أنه تنتج الموضوع هذا، يتم إنتاجه بشكل أو بآخر. دعوني أحدثكم عن اليمن. يزعم تسابه إلى بيت النبوة، يهرطق داعيا إلى دولة مدنية، ويحتفل بقوله ويحتفل بقوله: أشعر بأنه يرمي عظمة في الهواء، ويفترض أن ننسى 1150 سنة من جرائم الإمامة العنصرية. صديقا حال إلي بالأمس مفردة كهذه: أن صاحبك مؤمن بقوله ولا يتخذه تقية كعادة سلالته، فما رده على زعم عبد الملك الحوثي أن شقيقه حسين لم يفعل ما فعله من فراغ، أو أنه قد ينطق عن الهوى، بل كان بتوجيهات مباشرة من الله؟ قال الحوثي هذه العبارات علنا في خطابه أمس الأول، ولم يردعه أحد منهم عن غيه،
وكان صمتهم أبلغ جواب بتأييد ومباركة منقطعة النظير. بعد ساعات أضفت إلى صديقي عبارات كهذه: انظروا خلف الكلمات وابحثوا عن الحقيقة. لا يجوز أن يلغي منشور خادع في صفحة تواصل اجتماعي أعظم جرائم تاريخية وقعت على رؤوس آلاف القبائل في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. في اليمن عندما سجلنا أتلاف الحوثي بأغلال العار وفككوا عائلاتنا وعذبونا وأبعدونا عن أصلنا وتاريخنا وهدموا بمعاولهم الفارسية كل قصر منيف كان يشبخ على سفوح تلال بلادي الطيبة، وأحاطونا بسياج من لهب وحرضونا على أنفسنا ومحيطنا العربي، وأشاعوا أن هويتنا هي تلك التي كتبت في أزقة فارس وحملت عنوان الزيدية نسبة إلى زيد بن علي، لكنه لم يكن موجودا ولم يكتب شيئا مما نسب إليه. دعوني أخبركم من هو اليمني. نحن الرجال الأصليون الذين يجب أن يحكموا أرضهم بأيديهم، ونحن أول من سكن هذه الأرض بعد الطوفان يوم وصل إليها سام بن نوح. فتتوالى السنين ويتكاثر أبناؤه وأحفاده فيصبحوا 13 قبيلة، وتتمكن القبيلة بعبقريتها من إنتاج أول دولة عرفتها الكرة الأرضية، مملكة قحطان بن هود عليه السلام. وتتجلى العبقرية مرة أخرى في تنمية باذخة ومملكة أكثر تطورا قادها سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وذكرها القرآن في سورة كاملة. أنتجت القبيلة نظاما هندسيا في البناء، واستطاعت تعمير قصر غمدان من جملة عجائب معمارية هدمها السفاح يحيى حسين قاسم طباطبا الشهير بالهادي إلى الحق. وقد أورد الهمداني قولا له يؤكد أن نية الهدم وفعلها نابعان من رغبته الحاقدة على أن لا يبقى لليمنيين شأو وشأن. قصر غمدان الذي بني في 20 طابقا بعضها فوق بعض وبين كل سقفين 10 أذرع، وقد بني بالجرانيت والرخام وسقف بقطعة واحدة من الرخام اليماني الخام، استطاع المعماريون اليمانيون أن يحولوها من مصمتة إلى شفافة يمكن للرأي من خلالها إذا مر طير في السماء أن يفرق بين الحدأة والغراب. وكان للقصر المهيب 4 أوجه: وجه بني بالرخام الأبيض، ووجه بالأحمر، ووجه بالأخضر، ووجه بالأسود. تحفة معمارية خالدة هدمها أسلاف الحوثي بمعاولهم كما يفعل هو اليوم بكل جزء من تاريخ اليمن وهويته وحضارته. لقد أسندت القبيلة اليمانية تلك الإنجازات الهائلة بتشكيل سياسي هو الأول من نوعه في التاريخ، يبدأ بالملك التبع المنتخب من 8 أذواء يمثلون المناطق اليمانية، وله مجلس أقيال أمراء المناطق ينفذون سياسة الدولة العمرانية والعسكرية والتنموية. يقول الباحث العراقي المرموق جواد علي أن ذلك النظام السياسي كان أول تطور عرفه التاريخ البشري متعلقاً بتنظيم الدولة. كيف يمكن لهذا الإرث البهي أن يسجن في أغلال واهية تدعي أن الله اصطفى عائلات عنصرية على بقية خلقه، وهي أصلاً عائلات بلا تاريخ انتسبت إلينا؟ الحوثي ليس حوثياً حقيقياً، فجده ليس حوث بن جشم، لقد سرق الاسم وتأزر به ليبدو يمانياً. الكبسي أيضاً ليس له كذلك، فالكبس جبل في خولان تسوره نفر منهم، والوشل منطقة في ذمار، ووادعا رجل يماني عظيم انتسبوا إليه ليمنحوا أنفسهم شرفا به. هذه السرقات ليست صغيرة بل أعظم سطو، لأنها منحتهم ألقابا يمانية وهوية وجواز سفر وبطاقة شخصية، ولم يشكرون على ذلك بل وظفوا تلك الهويات للتموضع. وسرعان ما تراهم يتقافشون مثل حبات الفشار الساخن حين يظهر فيهم إمام يلبون صيحته إليهم كأنهم جراد المنتشر. وكانت تلك طريقتهم المكررة حد الملل، ورغم تكرارها إلا أن اليمانيين سرعان ما يسامحون ويطوي صراعاتهم نسيان يقوم على حسن النوايا، وهو ما يفسر من جانبهم أنها عادة حلقاء. أيها اليماني، من أنت؟ إن لم تقرأ تاريخك فستنسى أنك شريف من أشراف سبأ الذين ضيعتهم طلاسم أدعياء الإمامة، وستظل هكذا في وعيك المظلم مجرد نكرة تتمنى لو كنت نسبا منسيا. وأنت حفيد كل هذه السلسلة البهية من الإنجازات الصعبة التي لا تقوى الذاكرة أبدا على محوها، ولا تستطيع الملازم المزورة أن تتخطى بهاءك المضيء في دروب التاريخ. فكن أنت كما كان أجدادك، واضرب بيديك كل فارسي خوان لئيم، هماز مشاء بنميم،
وقل له إن اليمن بلدي أنا ولا حظ لهم فيها أو نصيب. ما يعني عشت رائع جدا. حبيبك الله يا دكتور. رائع. باقي عن اليمن مقتبس من رواية ومن فيلم شهير لألباتشينو اسمه عدة امرأة. في الحب أم في ال... الآن في الحب هو آخر قراءة. ختامها مسك، ختامها حب. وقف ألباتشينو وهو طبعا ممثل شهير. ألباتشينو وقف ألباتشينو أمام أستاذة جامعية في فناء مدرسة بيرد متأطبا ذراع مساعده تشارلي قائلا: أليس هذا عطر فلو دور وكي؟ وأضاف: إنه زهور من الجدول. تسمرت الأستاذة التي كانت مسؤولة عن لجنة تأديبية لمراجعة تصرفات مساعده، وعلت وجهها تلك الدهشة التي تصيبنا حين يكتشف امرئ ما نوع رائحتنا واسم العطر الذي نعشقه. مضى الرجل الأعمى الذي أدى أعظم أدواره التاريخية في فيلم عطر امرأة قائلا لمساعده الوسيم: لا تقل لي عنها شيئا. وبدأ في وصفها بدقة رجل يرى كل شيء. إنها مهارة ألباتشينو التي قل نظيرها في السينما العالمية. هذا الرجل المبهر لا يتكرر مرتين في زمن واحد إطلاقا. رائحة اليمن هي الأخت الرجل المبصر. العين تكشف الوجوه الألوان وكل شيء، لكنها ليست كافية لاختبار نوع الرائحة واسمها. تلك أصناف التي تنبعث من أجساد النساء تحتاج إلى روح حساسة قادرة على معرفة العطر الذي تنتجه اليمن. إنه الدم. هل شممت رائحة الدم؟ اذهب إلى اليمن لتعرف كيف تعثرت بلادي بقوم من أصحاب العرق المقدس، لتكتشف أن مواطنيها غرقوا جميعا في نهاية هي الأخرى لم تعد تشكل فارقا في حياة الملايين المحاصرين ببؤس العرق وطعنة المجاعة وشرود الإثم السلالي القبيح. أنا محاصر أيضا بفيلم عطر امرأة منذ عرضه الأول، ما زلت أشاهده كبداية تعلقي بالسينما مبهورا به. يأسرني الحزن في عيني الرجل الضرير حتى يغمرني البكاء، وتأخذني الابتسامة في رقصة التانغو مع تلك الشابة المذهلة في بهو فندق والدوروف، ويشعرني بالتحدي الذي اختفى من أرواحنا وهو يقود سيارة فيراري حمراء حديثة الصنع. كان فرانك أو ألباتشينو بحاجة إلى روح جديدة يتشبث بها ليعود عن فكرة الانتحار. كان بحاجة إلى يوم أخير وحقيقي لا يهمه بعد ذلك شيء آخر سيطلق رصاصة على رأسه وينتهي ألمه. رفض العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي تسليم سلاحه الذي كان يصوب به إلى رأسه صائحا: أنا في الظلام. عيناه المتسمرتين في الفراغ مشهد مذهل لا يقدر على إجادته أحد. كل شيء كان حقيقيا وكنت أنا تشارلي، إلا أني رأيت ضباط الجيش اليمني يسلمون أسلحتهم إلى الحوثيين ويفرون هاربين من حمايتنا. كنت أنا تشارلي حقا. ذهبت إلى السجن لأني لم أجد رجلا مثل ألباتشينو، رجلا مبصرا قادرا على معرفة تفاصيل بلادي من رائحتها وأنواع رجالها ومعادنهم. حين انتفض في وجه مدير مدرسة بيرد الذي حاول الاحتيال على القيم، ألهم الطلاب معنى أن يكون المرء محترما وأن تلك القيمة هي الشيء الأسمى الذي يجب حمايته والاحتفاظ به. ما أسعى إليه دوما أن أكون مصدر فخر لعائلتي ومدرستي ومدينتي وبلادي. أنا واحد من كثير مزقتهم الحرب وأبعدتهم عن كل شيء جميل ارتبطوا به. أريد أن أقود سيارتي لمرة أخرى في مدينتي كما كنت أفعل دون أن أصطدم بوجه حوثي ملعون يحقق معي عن سبب رفضي لقداسة سيده السفاح. عشت أجمل سنين عمري في الكتابة والحب. هناك على قارعة حينا المطل على شارع لا يهدأ من أبواق السيارات وحوادث الليل، أترصد أفلام السينما كما يترصد صديقي فتيات الشارع. يحاول تأدية دور ألباتشينو بعقل مراهق في الثانوية فيظهر كسيحا بلا قدمين. لقد أنقذ ألباتشينو حياة مساعده الفقيرة من الموت المعنوي، أنقذه من الفصل مستخدما أفضل الخطب النارية في تاريخ العلاقات العامة لإدانة مجتمع من الملوثين المتأنقين. تلك اللحظة أعادته إلى الحياة. لقد وجد سببا جوهريا ليستمر في تحدي العمى الذي كمن له في نهاية عمره البطولية. كانت الكلمات وحدها قادرة على إعادة تنصيب القيم الحقيقية
وهزيمة الانحراف القيمي الذي تصنع به ذلك المدير السيء. معركة طالب واحد كانت بالنسبة إلى الباتشينو الحرب الأخيرة التي لا يمكن أن يهزم فيها. أطلق رصاصاته كلماته في مواجهة ملحمية ما تزال مصدر إلهام لكل متابعي وعشاق الأدب العالمي، وخرج منتصرا مغمورا بتصفيق طلاب المدرسة. وفي طريقه إلى المنزل لحقته الأستاذة الجامعية ليحكي لها عن اسم عطرها، ثم يتركها مشدوهة وعلى وجهها ابتسامة امرأة أخرى. القادة الحقيقيون هم أولئك الذين تأسرهم الروائح الجميلة ويحفظون أسماء العطور، أولئك المثقفون القادرون على حماية روح واحدة من الهزيمة والبتر، الذين يمنحوننا النزاهة والشجاعة ما يكفي لإنقاذ إنسان آخر من الموت. فهل أنتم؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك، يعني حلقت بنا في فضاءات، أن تكون قصيرة ونفعة، حلقت بنا في فضاءات كبيرة، ويعني أصبت بشيء من الذهول أو السرحان، يعني نقدر نسميه. وأنا كل ما بتتكلم أنت وتقرأ، كل ما أنا أسرح وأتخيل، خيالي يخلق صور تفاصيل. وهذا اللي قلت لك يا دكتور، إن فكرة التاريخ الآن، كتابة التاريخ يجب أن تكون مدعمة بالفكرة القصصية لكي يستطيع الإنسان أن يتشوق لها، أن يفكر بها، أن يخططها في رأسه. لأن هذا الأمر عندما يخططها في رأسه ويبدأ يشعر بها كأنها فيلم يدور في تاريخه وفي رأسه، لن ينساها مطلقا. شوف حقيقة في يعني في ودائما الحروب أو خلينا نقول الإبداع يولد من رحم المعاناة كما يقال، يعني فأعتقد أنه هذه الحروب رغم مساوئها ورغم ثمنها الباهظ من أرواح ودماء ومعاناة، إلا أنها تنتج أيضا بالمقابل أدب الحرب، فن الحرب. هذه الكتابة دائما الأدباء العمالكة في العالم كله عاشوا فترة من حياتهم مأساة حرب، أو أفضل الكتب والمرويات كتبت في زمن الحرب، من ضمنها ذهب مع الريح على سبيل المثال، يعني وغيرها من القصص يعني العالمية. الملاحم التي شهدها العالم والتي أصبحت جزء من تاريخ إنساني طويل وعريق كتبت في الحرب، يعني الشعوب لا تفتخر إلا بقادتها المقاتلين وبأدبائها مثلا، طبعا مع الفارق الكبير طبعا بينما نحن وهم، إنما هناك الكثير من العمالقة الذين عندما كتبوا في سنين الحرب وعندما نظروا في سنين الحرب استطاعوا أن ينهوا الأمم. يعني أنا في رأيي أن الكلمات التي لا تستطيع أن تنفذ إلى قلب المعركة وأنت تقاتل وتستطيع أن تغير وجدان الناس ليست بكلمات حقيقية أو صادقة. الكلمات التي يجب أن تقول وتقال في يعني موقف يحتاجه اليمنيون جميعا، الأشخاص الذين يلوذون بالصمت، أو الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يعبروا، أو الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يوفروا الكلمات المناسبة للتعبير عن ألمهم، يجب أن يكون الكاتب الصحفي في كل منطقة وفي كل مكان معبرا عنهم. يجب أن تصدر الكتب، ويجب أن تكتب المقالات، ويجب أن تكون اليمن غنية ويتنافس الجميع، يتنافس كل الذين الكتاب والأدباء والشعراء في الشرعية وفي كل مناطق اليمن وبل والبلدان العربية. علينا أن نلهم المخرجين السينمائيين في مصر بكتابة سيناريوهات معينة لإنتاج 2 أو 3 أفلام تتحدث عن الحرب وعن المآسي. لا يجب أن نكتفي بالأفلام الوثائقية الصغيرة التي تنتجها منظمة الاتحاد الأوروبي أو غيرها. يجب أن نقتحم شاشة التلفزيون، يجب أن نقتحم شاشات السينما، يجب أن نقتحم نتفليكس، يجب أن نقتحم كل هذه المواقع المهمة والملهمة لنكتب عن تاريخنا وعن حروبنا وعن ظروفنا. إيصال رسالتنا إلى العالم عبر القوة الناعمة وهي الكلمات، هذا أمر مهم جدا وهذا دورنا. في المقابل يبقى الجندي في المعركة الميدانية والذي سوف يحسم المعركة سواء كانت هزيمة أو نصرا، وإن شاء الله النصر بإذن الله. أحد الكاتبات اليمنيات أو الصحفيات اليمنيات أعتقد اسمها بشرى المقطري قبل فترة حصلت على ألفت كتاب حول
معاناة اليمنيات من الواقع كتجارب من الواقع، وترجم هذا الكتاب إلى الألمانية، وحازت قبل فترة على جائزة يعني من الجانب الألماني حول هذا الجانب يعني، وأصدرت هذا الكتاب. أتمنى أن تلقى كتاباتك ومقالاتك أيضا طريقها إلى العالمية، لأن الأسلوب السردي والروائي فيها مشوق ورائع جدا. إن شاء الله القادم يكون أفضل وأكبر. إحنا من خلال هذه المنصة نحاول أيضا أن نكون واجهة لكل اليمنيين في الاتحاد الأوروبي. المنصة لا زالت جديدة، وهي تناقش العديد من القضايا، من ضمنها أيضا مشاكل اللجوء اليمنيين بشكل خاص وغيرهم بشكل عام إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، مشاكل لم الشمل أيضا بالنسبة للاجئين وغيرها، المشاركة السياسية أيضا في الأحزاب الألمانية بالنسبة للمهاجرين وحقهم في إيصال صوتهم أو ما يحتاجوا أو ما يريدوا من خلال الأحزاب السياسية في ألمانيا، باعتبار أن أنت تعلم النظام المؤسسي هنا كيف بيكون يعني. أيضا في الجانب النفسي، أيضا الرعاية النفسية للمهاجرين، المشاكل الناتجة عن الحروب اللي احنا نسميها بالمصطلحات الطبية الرضا النفسي، مش الرضا الجسدي فقط، أيضا الرضا النفسي هو الجرح الذي لا يلتئم بسهولة يعني، الأرواح المبتورة كما قلت في المقال. أو الأرواح المبتورة كما أسميتها أنت. كثير وعديد من القضايا نحاول أنه نوصلها بشكل أو بآخر، نوصل معاناتنا بشكل أو بآخر، بنجتهد في هذا الجانب. وكما ذكرت، القوى الناعمة هي معول عليها أنها تعمل في كل الاتجاهات حقيقة. شاكر لك أخي سام على تفضلك العفو وتلطفك دكتور، أنا اللي حياكم الله هذا الحوار. ومشاركتك معنا، ومشاركتك أتمنى أن تكون مشاركة دائمة. يمكن أنا شغلتك اليوم. لا بالعكس، أنا سعيد، وكل ما كسبناك أكثر، كل ما يعني غنمناك أكثر، وأتحنا الفرصة أيضا للآخرين يعرفوا من هو سام الغباري، يعني يعرفوا من على العين والرأس يا دكتور، الله هذه يحفظك الشخصية. وأنا أعرفك شخصيا يعني، لكن كثير من الناس حبيبي، الله يحفظك. تعرف أنت التأثير الإعلامي كيف يوصلوا في أذهان الناس هذا كذا هذا كذا هذا كذا يعني. انا إذا اتمنى ان كان اوجه، إذا كان شمعان الحميري لما كتب يعني وانتقد الهاشمية، يعني سلطوا على أيضا السفهاء واتهموا هو ومحمد الحسن الهمداني بأنهم يكتبوا في حكاية التنسيب هذا بمقابل مادي. دائما ما كانت الأجر والنواحي الأخلاقية هذه هي الأشياء التي يسيء بها. وتعرضوا إلى هجوم يعني أخلاقي على أخلاقهم الشخصية، دائما يشتموا في أنسابهم، يشتموا في عرضهم دائما الشخصي، في نعم أخلاقهم، نعم 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 في نعم نزاهة أجسادهم. صحيح ف صحيح يعني صحيح أنا أريد يا دكتور أن أختم معك بكلمة واحدة، أنه تفضل يعلم الله تفضل. تعالى، يعلم الله تعالى أنني أكتب لست موجها من أحد، أنا موجهة من ضميري، يعني موجهة من قناعتي وإيماني التام بأنني أقاتل في سبيل قضية أخلاقية محترمة، وأنني أحاول أن أكون معبرا عن صوت من لا صوت له بالقدر الذي أستطيع. لا أحسب نفسي أنني فعلت أشياء كبيرة وعظيمة وجليلة في حياتي، لكنني أتمنى أن تكون الكلمة التي تصدر مني والتي ربما يقرأها شخص في إحدى المناطق المحتلة كان على أهبة الاستعداد للذهاب للقتال في الجبهة أن يتراجع. تلك الكلمة وحدها فقط أنني أنقذ شخص من أن يكون يعني مقتولا في دروب أو شعاب مناطق معينة حرب أو في مدارس الحرب، هذه وحدها أنها إنقاذ روح من الموت في حد ذاتها بالنسبة لي مكسب كبير. يعني لا تهمني المبيعات، لا تهمني الأرقام التي تنشر، لا تهمني حتى أن الكتاب ينتشر هذه الفترة أو بعدها، لكنني أؤمن إيمانا تام بأن كل ما قلناه وكتبناه في هذه المرحلة وإن لم يلقى الظروف المناسبة ويلقى الرعاية الكاملة سوف يكون له رعاية كاملة في المستقبل. والكثير من الشواهد التاريخية موجودة لدينا، عرفنا أسماء وكتاب كنا نحسبهم أشخاص مجهولين، وعندما بدأنا بقراءة كتبهم يعني انتابنا الغضب وانتابنا اللعنة على أنفسنا أننا لم نقرأ لهم منذ البداية. حقيقة تكون هذه الكلمات التي أكتبها سبيلا حتى في إنقاذ حياة شخص واحد،
وهذا أمر بالنسبة لي كبير جدا جدا. شكرا. هذه رسالة نبيلة أو رسالة سامية أو رسالة إنسانية، يعني يحملها كل إنسان، يحمل روح طاهرة ونقية، وهذه روحك أخي سام. أتمنى لك التوفيق وجمعتك مباركة سلفا، الجميع إن شاء الله بالعافية. ونتمنى السلامة والخير لأهلنا ولوطننا ولبلدنا الغالي والحبيب، على أن إن شاء الله يلتئم شملنا جميعا في وطننا الغالي والحبيب. ورجاءتنا معك متكررة ودائمة، أنت عنصر أساسي وجوهري، وجودك معنا لا غنى عنه. شكرا لك أخي سامي، شكرا لك يا دكتور، الله ليلتك يحفظك. سعيدة وجمعتك مباركة أخي الحبيب. الله معك، مع في السلامة. أمان الله، مع السلامة.